لنعلن تضامننا مع الحركة الأسيرة ومع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الصهيوني، ولنؤكد دعمنا لحقوقهم كاملة. نحن هنا لنقول لا لسياسة العزل، لا لوجود المعتقلين وأبطالنا داخل السجون الصهيونية، نعم للحرية، كل الحرية للأسرى والأسيرات. ونطالب المجتمع الدولي كافة والمؤسسات بالتحضير لعقد مجلس وطني توحيدي. لو الكرة الأرضية ما خلقناش نعيش الكل، ما خلقناش كثير تحية من غزتنا الأبية، من غزتنا الأبية. نحن هنا بنتضامن مع أسرانا في سجون الاحتلال، وبنطالب المجتمع الدولي وبنطالب كل العالم بالإفراج عن أسرانا. بنقولهم نحن يعني نحن مش سايبينكم، نحن جنبكم لجانب، وإن شاء الله بتحصلوا على كل مطالبكم، وإن شاء الله الحرية قريبا. والخنازير خسئتم بتحقيق العودة وتقرير المصير.